طب نعمل ايه بقى عشان نقدر نعيش وعارفين قيمتنا، عارفين قيمتنا عند مولانا؟ محتاجين اول حاجة ان احنا نتدرب على الامتنان. الامتنان بيغذي قلوب الناس وقلب اللي حواليك ويجدد حياتهم. اقول لك حاجة، الامتنان بيغذي قلبك قبل قلبهم، لان انت ساعة ما بتحس ان انت ادخلت السرور على قلب مؤمن، الله سبحانه وتعالى ايه اللي يحصل؟ يوسع عليك البركة ويوسع عليك حياتك، فتحس بوسع الله. يعني انت مش بس بتنقذ قلب من اليأس، لكن انت كمان بتدخل قلبك في الوسع. لازم تفهم كده. تاني حاجة، جرب ان انت تمارس مهارة جديدة في شغلك، وجرب مدخل جديد في علاقاتك. علاقاتك اللي ممكن تشوف بالمدخل الجديد دي قد ايه مدد ربنا هيجي لقلبك وهيحسسك ان انت قادر تخلي العلاقة دي وكأنها خرجت من الموات. خلي عندك تالت حاجة، خلي عندك رؤية لحياتك، وقسم الأعمال اللي مفروض تعملها لأعمال صغيرة بتمارسها، لأن مع كل إنجاز وكل عمل هتشوف فيه مدد ربنا، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. فلذلك إيه اللي حصل؟ كل طول ما أنت ماشي هتشوف نور الله ومدد الله سبحانه وتعالى. وتعود كمان أن أنت، رابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، اتعود أن أنت تبتسم وأنك تقول كلمة حلوة لكل حد تقابله. لقب الناس بألقاب حلوة، أي حد تقابله قول له يا قمر، يا جميل، يا أمير. قول كلام حلو للناس. لما تقول كلام حلو للناس هتحس ان الحياة احلوت. لكن لما تقول كلام ناشف ولا جاف ولا كلام ما فيهوش اي احساس بانك انت، ان الناس دول مليانين نعم من نعم ربنا، هتحس ان حياتك جفت. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ وقولوا للناس حسنا. رقم خمسة، اخدم كل يوم حد من اللي حواليك، لأن الخادم أكثر الناس شهودا لعطاء الله سبحانه وتعالى وعطاء سيدي، وأكثر الناس الذين يحسون بمدد سيدهم، لأنه لما بيروح يكلم الناس هو بيروح يكلم الناس ومعاه مدد مولاه سبحانه وتعالى. ودايما ادعي ربنا. الحاجة السادسة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى دائما، وقل له اللهم يا واسع أسألك أن توسع لي مشهدي حتى أرى ما جعلته يا ربنا عندك لي من مدد ومن عطاء ومن قيمة، حتى أرى نعمتك وهي نازلة علي وقد امتلأت بودك وفضلك وكرمك، فأعلم أن الناس وإن لم ينظروا إلي فنظرك إلي يكفيني. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا يقيني، واجعل يقيني يكفيني بأني عبدك الذي لا أغيب عن نظرك ولو لطرفة عين. أعني بنظرك على كل أوجاعي يا ودود يا رحيم يا رب العالمين.